في عناوين نشرة الليلة، فرنجي من بيت الوسط يفتح أبوابه لجبران باسيل. أبوابنا نحن دائما مفتوحة، يعني للوزير جبران باسيل ولا غيره. بين لبنان والسعودية شعرة دبلوماسية. لأول مرة بتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. فلسطين تنتفض داخل مجلس الأمن. إنه على الولايات المتحدة ولو إنها عضو دائم في مجلس الأمن أن تمتنع عن التصويت إذا كان الطرف بالنزاع، يعني إذا شكوى موجهة ضده. كوفية التظاهرة في حمل جديد. فكرني فلسطين وأنا أكدت له أن أنا لبناني، أنه ما في شيء معيب يعني، ونحن بالقرن 21 بعدنا عم نحكي للمنطق يعني. في فن الخبر، السوبر ستار يحضر جديده الفني ويطلق مواقفه السياسية عبر الجديد. بين هلالين بقول لك أنا بعتبر أخوات مش ضرائب. وفي ترينز، سقط قبل أن يتزوج. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. تخضع بحصة الرئيس سعد الحريري لفحوص مخبرية وتجرى عليها تحاليل عينية للتأكد مما إذا كانت بحصة لبنانية أم سعودية. وبناء على النتائج التي ستعطيها فحوص الحمض النووي ستبنى على البحصة مرارتها. فإذا توصلت الخزعة إلى آلام لبنانية نكون أمام علاج محلي خاضع لوصفات داخلية بأقل الأضرار الممكنة. أما إذا جاء البحص سعوديا فإننا سنواجه المرض العضال، وعندئذ الشفاء بيد الله. وبإعلان الحريري أنه سيسمي الأشياء بأسمائها فإنه تعمد اليوم لقاء الأوفياء على الرغم مما أصابهم بعد تخلي الحريري عن ترشيحهم. ففي بيت الوسط اجتمع رئيس الحكومة بزعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجي الذي تحدث عن مصالح انتخابية سوف تتبعها المردة في الانتخابات النيابية، لكنه قال إن الأمور ستتغير من اليوم حتى موعد هذه الانتخابات. وعن خرق النأي بالنفس عند الحدود استغرب فرنجي ردود الفعل العارمة على جولة الخزعلي، وقال فلنرى كم خرقا تقوم به إسرائيل في السنة، فيا ليت اللبنانيين يقومون بردود فعل بنسبة 1% على الخروق التي تقوم بها إسرائيل. وإلى عمق الخروق الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فإن قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل ونقل سفارته إليها استدعى إعلان حركة حماس اليوم بدء الانتفاضة الثالثة، فيما يجول هذا القرار على اسطنبول والرباط في قمة الدول الإسلامية واجتماع البرلمانات العربية. وإذ يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة اسطنبول غدا، فإن المجتمع الفلسطيني بدأ يتداول طرح إقامة دعوة على ترامب في الداخل الأمريكي أو عبر المحكمة الجنائية الدولية. وهذا ما أشار إليه مستشار عباس القانوني قائلا إن بإمكان الفلسطينيين الطعن أمام المحكمة الدستورية الأمريكية العليا في قرار الكونغرس ثم في قرار ترامب. وهذا تبن لما طرحته قناة الجديد في نشرتها يوم أمس عندما أشارت إلى المواد الدستورية التي يمكن أن يستخدمها أي فلسطيني متضرر داخل أمريكا. فهل يظهر المتضرر؟ ومن سيكون الفدائي الأول الذي سيسلك الدرب القانونية المؤدية إلى القدس عاصمة أبدية لفلسطين؟ إذن رئيس تيار المردة سليمان فرنجي لا يغلق أبواب الحوار مع الوزير جبران باسيل ويحدد من بيت الوسط طبيعة علاقته بالقوات اللبنانية. في لقاء هو الأول بعد عودته من باريس وأعلانه العودة عن الاستقالة، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط رئيس تيار المردة النائب سمين فرنجية، يرافقه نجله توني والوزير يوسف فنيانوس في حضور وزير الثقافة غطاس الخوري، ليستكمل النقاش بعد ذلك إلى مائدة غداء أقامها الحريري. وبعد اللقاء سئل فرنجية إن كنا أمام حلف انتخابي خماسي أو سداسي، فرأى أنه لا يزال هناك 5 أشهر لإجراء الانتخابات
نيابية، وفي هذه الفترة يتغير كثير من الأمور، مؤكدا في الوقت عينه أنه لن يكون بعيدا في الانتخابات عن الحريري. تصوري للمنحنى المقبلة أنه شو بتقولي لازم يصير؟ بقول اللي عم بيصير اليوم هذا الجو الإيجابي اللي عم بيصير اليوم، أنا نتمنى أنه يستمر بالمنحنى المقبلة، ونتمنى أنه ما تكون يعني عم ننطر بعضنا على الغلطة، بالعكس نكون عم نساعد بعضنا على الإيجابيات. كان في حديث انت طلعت على أستاذ عبدة، وكان في حديث انه ممكن يكون في لقاء قريب مع الوزير جبران باسيل، هل ممكن نشوف هذا اللقاء قريبا؟ يعني خليني اوضح هالشيء، هالشيء سمعته بالإعلام مثل ما انتم سمعتوه بالإعلام، ولكن ما حدا طرح معي شيء ولا ابوابنا نحن دائما مفتوحة، يعني للوزير جبران باسيل ولا غيره، ولكن بتقولي لي حدا حكي معنا بهالموضوع ونحن كنا بدرنا بهالشيء او انحكى معنا هالشيء ابدا. المرضى حتى الساعه غير ملتزمه باي حلف؟ لا، المرضى اليوم واضحه، المرضى بدها تعمل مصلحتها، بتعمل مصلحتها بالدائره اللي هي فيها، بتعمل مصلحتها بكل الدوائر يلي قادره يكون عندها اصدقاء فيها او نفوذ. القوات من بيناتهم، اذا كان مصلحتكم مع القوات اليوم؟ اذا مصلحتنا مع القوات الانتخابيه عم نحكي، ما بس لحد هلا نحن عم نقول معنا، وانا قلتها واضح انه نحن منا بجو تحالف اليوم مع القوات، نحن بجو حوار مع القوات، بجو إذا بدنا يعني بعدنا بجو جوجلة الأمور، ولكن ونحن قلنا الماضي حطيناه ورا ظهرنا، ولكن بعدنا بجو إذا بالانتخابات بنشوف كيف بدنا نجيب أهم عدد نواب لمصلحة المرضى لخط المرضى ونشوف كيف بتصير الأمور. ورأى فرنجية أن زيارة الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي لجنوب لبنان لا تشكل خرقا للنأي بالنفس، لأن النأي بالنفس لن يكون تجاه العدو الإسرائيلي، وأن أغلب من انتقد الزيارة كانوا من حلفاء إسرائيل. وأضاف فرنجية أن اليوم الإيجابية هي سيدة الموقف، حصل خرق للقرار رقم 1701، ولكن خروق إسرائيل لا أحد ينتبه لها. في آب من عام 2016 غادر السفير السعودي علي عواض العسيري لبنان في إجازة صيفية قيل، ثم أعلنت المملكة إحالة العسيري إلى التقاعد وتعيين وليد البخاري قائما بأعمال سفارتها في بيروت. يوم ذاك كثرت الأحاديث عن خفض التمثيل الدبلوماسي السعودي، لتأتي فيما بعد أحداث عدة ساهمت في توتر العلاقات السعودية اللبنانية. وحاليا السفير السعودي الجديد لدى لبنان لم يكتسب شرعيته بعد، والسفير اللبناني لدى السعودية يكاد يكون مرفوضا. شبه انقطاع دبلوماسي في العلاقات اللبنانية السعودية. سفير لبنان لدى السعودية فوزي كبار مرفوض باطنيا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب لم يكتسب صفته الشرعية بعد. لأول مرة بتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية يحصل مثل هذا، يعني عدم الموافقة على ترشيح أو التأخر بالترشيح بالقبول لترشيح سفير، سواء السفير اللبناني في السعودية أو العكس. من الجهة اللبنانية ومن ضمن التشكيلات الدبلوماسية، عينت الحكومة فوزي كبار سفيرا لدى المملكة قبل نحو 4 أشهر، غير أن قصر بستروس لم تصله موافقة سعودية حتى الساعة، علما أن كبار محسوب على تيار المستقبل. وهذا يعني في العرف الدبلوماسي، ولم يلحظ ذلك في اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، يعني بعد مرور 3 أشهر هناك إشارة، العرف يقول أنه على الدولة المرشحة أن ترشح آخر. ومن الجهة السعودية عينت المملكة وليد اليعقوب سفيرها لدى لبنان، الذي وصل في 20 تشرين الثاني تمهيدا لتسلم مهماته التي لم يتسلم أيا منها بعد، مع الإشارة إلى أن اليعقوب شغل ذات مرة منصب قنصل في السفارة السعودية في لبنان، أما آخر منصب له فكان مساعد وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان. وفي المعلومات التي توافرت أن السفير يعقوب طلب من وزارة الخارجية موعدا من وزير الخارجية ليقدم نسخة عن أوراق اعتماده تمهيدا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية
لكن أي موعد حتى الآن لم يحدد. القائم بالأعمال هو الذي يقوم بأعمال السفارة، لأنه ليس لديه أي صفة حتى الآن طالما لم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية. رسائل دبلوماسية سلبية وجهتها السعودية إلى لبنان، أتى الرد عليها سريعا من الجانب اللبناني في ظل توتر العلاقة بين البلدين. حتى الساعة يبدو أن الشرخ الذي ولدته أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري باق ويتمدد. لايال سعد، قناة الجديد. الاتحاد البرلماني العربي يعقد جلسته الخميس في الرباط والرئيس نبيه بري من غير الحاضرين. ساعات قليلة تفصلنا عن عقد اجتماع الاتحاد البرلماني العربي المخصص للقدس المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط، وجرت العادة أن يحضر الاجتماع رؤساء البرلمانات العربية، إلا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لن يحضر بسبب عدم دعوة رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ. ما لا يجوز اليوم بظل هذا الظرف الدقيق اللي بيستدعي وحدة الموقف العربي وحضور كل العرب وتضامن كل العرب وتعاونهم والسير نحو اتخاذ قرار واحد موحد، أن نستمر بالتعاطي بكيدية وبمصالح سياسية بهذا الفريق أو ذاك. لبنان معني بشكل أساسي وهو حمل القضية. ليش لم يتم برأيك دعوة سوريا؟ يعني لبعض الحسابات المؤسف عند بعض العرب الذين ما زالوا يتعاطون مع سوريا. عدم حضور سوريا لم يتم بعد الوقوف على حقيقة ما جرى. علمت الجديد أن النائب في تكتل التغيير والإصلاح إيمين رحمي سيمثل الرئيس بري في الاجتماع وسيلقي كلمته باسم المجلس النيابي اللبناني. هل رئيس الجمهورية ميشيل عون موافق تماما على عدم مشاركة الرئيس نبيه بري بهذا الجلسة؟ يعني أعتقد إذا كان هنالك تشاور فتكون آرائهم متطابقة في هذا الأمر. وعن كلمة لبنان بخصوص القدس؟ طبعا في أي موقف أو حيكون بالكلمة أي سؤال مباشر للأمة العربية ليش سوريا ليست موجودة هنا؟ طبعا ممكن طبعا سيتم التطرق لموضوع مشاركة الجميع والأسئلة ستكون واضحة والكلمة ستكون منسجمة مع موقف لبنان ومصادر عن المجلس النيابي من توصية ومن مواقف. في عام 2011 استبعدت من جامعة الدول العربية، واليوم تستثنى الجمهورية العربية السورية من اتحاد البرلمانات العربية في مشهدية تبدد صورة الوحدة العربية في قضية من المفترض أن تكون جامعة. كثيرة هي الأساليب المستخدمة لفض التظاهرات في لبنان، والقاسم المشترك بينها جميعا هو العنف. كثيرة هي التظاهرات التي شهدها لبنان منذ تأسيسه، وأكثر منها عدد ضحايا عنف القوى الأمنية غير المبرر في كثير من الأحيان. فما الحدود التي يضعها من يطلب فض تظاهرة؟ الحدود أنه في مهمة تعطى لقوى الأمن الداخلي، ممنوع تفشل هذه المهمة، ممنوع تخطيها لهذه المهمة، والعسكري اللي بده كمان يسمح للمتظاهرين انه يتخطوا هذه المهمه بتعاقب. ما في تعليمات له انه انضربوك بتكسر وبتقوس، لا، بس رده الفعل من الجهتين حتكون رده فعل قاسي. ما في شك انه استعمال العنف بقوى بالمظاهرات ممنوع، الدفاع عن النفس مسموح. على الرغم من عدم تفصيل القانون اللبناني لمقدار العنف المسموح به والاكتفاء بإلزام العناصر اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة، إلا أن التزام لبنان شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية يفرض عليه التزام الضوابط. أنابل مسيلة للدموع عم تطلق مباشرة على المتظاهرين، هي مفروض تطلق بالهواء بأماكن منا ضيقة بشكل نسمح مجال للمتظاهرين يتفرقوا. كرمال العصا المفترض ما تستعمل على الأماكن الحساسة مثل الوجه، مثل الكلاوي، مثل البطن، ولكن تستخدم بطريقة غير مؤذية على الإجرين وعلى الأكتف. لما نحن نقوس طلقة مطاطية بالهواء صوت الطلقة معقول يردع المتظاهرين، ولما تسقط ما بتكون تنزل مثل الرصاص الحي وبتأذي. وفي حال تم استخدامها على المتظاهرين مفروض يكون بمسافة كتير بعيدة، محلات ما بتكون بتأثر كتير. ما
المفروض تكون المي هدفها تبلل، تخلي يمكن المتظاهر ينزعج ويبعد عن المي، ولكن مش هدفنا نأذيه يزحط على الأرض. لما المتظاهر يقع على الأرض بطل خطر على يعمل أضرار، وبالتالي ما ضروري نكون عم نضربه. يوميات المتظاهرين الذين يقعون ضحية العنف المبالغ فيه لا تنتهي في المستشفيات، بل يصار إلى توقيفهم وملاحقتهم قانونيا. قوى الأمن الداخلي مثل ما المتظاهر اللي بيستعمل عنف ضد قوى الأمن مسؤول، قوى الأمن الداخلي مسؤولة، وبقدر ببلغك وبقول لك إنه هلأ قوى الأمن الداخلي في تحقيق، العسكري المخطئ سيحاسب والمواطن المخطئ سيحاسب أمام القضاء. في غياب القوانين الواضحة يكون العنف أسهل درب لفض التظاهرات، ولعل اللافت عدم خروج أي مؤسسة أمنية بنتائج تحقيقاتها والكشف عن معاقبة عناصرها المعتدية، وهو ما قد يكون السبب الأبرز وراء التفلت الأمني في قمع التظاهرات. حسان الرفاعي، قناة الجديد. عصام زينون يروي قصته من تظاهرة عوكر إلى حماية الزميلة رشال كرم له وصولا إلى المستشفى. وطن 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 لك يا وطن، ما تضرب ما تعمل شيء. تهمته الوحيدة أنه لبس الكوفية الفلسطينية ومشى في تظاهرة عوكر. عصام زينون لم يشتم أحدا، لم يرمي الحجارة، ولم يشارك في أعمال الشغب، إنما خطيئته الكبرى تلك الكوفية. لفنا عنصر بالكوفية عشان يمسك الدم. قلت له أنا خايف أمشي لهونيك، قالوا لي ما تعطل حال، ما حدا حيقرب صوبك. ما لحقت أمشي 100 متر، أول عنصر تاني شافني فكرني من المشاغبين، عمل فوفي كوفية فوق راسي والدم عم بينزل مني، إلا ما يكون مفكرني مشاغب، وركضوا وراي، ضلوا يركضوا وراي من هونيك لأوتوستراد دبي. فأنا وعم بركض بتعيط علي مرة بتقول لي شيل الكوفية شيل الكوفية، السبب اللي مفكرينك أنت من المشاغبين من وراها يعني. شلت الكوفية وكبيتها على الأرض. أنا عم بمشي في عنصر من قوى الأمن الداخلي اللي عن جد بوجه له تحية كمان، وكان كتير أكتر من منيح معي يعني، هو والعناصر اللي كانت معه، وساعدني وأخذني على سيارتي وسقت من عوكر على المستشفى، وهنيك بيّن أنه عندي فدختين بالرأس والحمد لله زمطت يعني. ضرب بالعصا، ركلات وصفعات تلقاها عصام من بعض عناصر مكافحة الشغب، لكن الجديد حمته من عنف بعض العناصر وشغبهم. يعني كتر خيرها يعني رشال، يعني ما بعرف يعني أنا وعائلتي كلها ما بعرف شو بدي أقولك عشانها، يعني نشكرها بشكل منه طبيعي. مستحيل سامح هيك إنسان، خلى أمي تقشط بالأرض بقلب البيت بعد ما تعرف الخبرية، وست الطب بالأرض من وراء هالمخبرية، عائلتي كلها تشوف هالمنظر على التلفزيون، وكل رفقاتي يشوفوا هالمنظر على التلفزيون من وراء هو وتخلفه. هو عيب عليه يلبس هالبدلة، هالبدلة أعلى منه بكتير وأعلى من أمثاله، عشان برهن له إنه أول شيء لهالعنصر إنه هو ما يمثل عناصر قوى من الداخلة، إنه هالكوفية أعلى بكتير من إنه ضربة أو ضربتين تسبب بهالشغلة هي، ومش حشيلها أكيد، مش قصة مبدأ، هي مش قصة ضد قوى من داخلة ولا قصة ضد شيء، قصة مبدأ، هيدي آخر شيء القدس لنا كلنا. عصام لن يسامح عناصر الشغب، فهل تسامحهم مديرية قوى الأمن الداخلي؟ ليال بوموسى، قناة الجديد. هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها فلسطين بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص القدس ضد الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى مخالفة واشنطن للإجماع الدولي طويل الأمد ولقرارات مجلس الأمن العديدة المتعلقة بالقدس، بما فيها القراران 476 و478 عام 1980، اللذان أكدا عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم الاعتراف بالوضع الخاص بالقدس والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة. الموت الموت لإسرائيل. بعد المواجهات والاعتصامات في الداخل الفلسطيني المحتل وفي دول الشتات كافة، ذهب الفلسطينيون أصحاب الأرض أبعد من ذلك في التعبير عن غضبهم على قرار ترامب سلبهم قدس الأقداس.
الاعتراف هذه المرة جاء دبلوماسيا باتجاه القانون الدولي. مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور تقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي. فماذا تعني هذه الخطوة؟ لا سيما أن الولايات المتحدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. بميثاق الأمم المتحدة تحديداً من المادة 27 يلي بتتحدث عن أكثريات التصويت بمجلس الأمن، وتضيف المادة 27 أنه تصدر هذه القرارات الإجرائية بأكثرية 9 والقرارات الأخرى أو في المسائل الأخرى بموافقة 9 أصوات 9 من أعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة يعني بدون ما نمارس حق الفيتو. استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 80 مرة النقد الفيتو ضد مشاريع قرارات قدمت إلى مجلس الأمن منذ تأسيسه عام 45، 42 دفاعا عن ممارسات الدولة العبرية البربرية، ومن بينها 31 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية. هذه المرة لن يكون في استطاعة واشنطن الاعتراض. بس كمان المادة ذاتها بتقول بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس يلي بيحكي عن حل المنازعات سلميا، والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت. وهذا يعني أنه على الولايات المتحدة ولو أنها عضو دائم في مجلس الأمن أن تمتنع عن التصويت إذا كان الطرف بالنزاع، يعني إذا الشكوى موجهة ضده. هذا يفترض أنه كأنه كل مجلس الأمن موافق بأكثرية 9 أصوات، وهذا منه أكيد. بدنا نشوف ثاني سؤال، إذا تأمنوا 9 هل بين الأعضاء الأربعة الدائمين غير الولايات المتحدة من سيمارس حق النقد أم لا؟ مش كل شكاوى مجلس الأمن تؤدي إلى نتيجة، وأحيان كثيرة حتى ولو أدت إلى ممارسة أحد الأعضاء الدائمين لحق النقد تبقى الشكوى بمحلها. ليه؟ لأن بتكون موقف مبدئي، وممارسة حق النقد منع أن تؤدي إلى قرار، وهذا انتصار بحد ذاته بيكون. وتبدو الخيارات القانونية متاحة أمام الفلسطينيين المتضررين، إذ قال حسن العموري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس إن بإمكان المؤسسات الأهلية الفلسطينية التقدم بشكوى أمام الجنائية الدولية ضد ترامب بديلا من السلطة الوطنية. كما لفت العموري إلى أن بإمكان الفلسطينيين الطعن أمام المحكمة الدستورية الأمريكية العليا في قرار الكونغرس ثم في قرار ترامب. وتملك المحكمة العليا سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق والحريات الدستورية الأساسية. أما المادة الثالثة الفقرة الثانية من الدستور فتنص على أن السلطة القضائية تمتد إلى جميع القضايا وفقا للعدل والقانون التي تنشأ في ظل الدستور الأمريكي، وإلى جميع القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء العموميين الآخرين، ولكل مواطن أمريكي الحق في الطعن أمام المحاكم الإقليمية الأمريكية. بالتالي فإن قرار ترامب قابل للطعن أمام المحاكم الأمريكية بموجب شكوى. دارين دعبوس، قناة الجديد. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحتفل بيوبيلها الذهبي تحت شعار لأجل كل فلسطين الثورة مستمرة، وتؤكد القدس لنا. خمسون عاما على انطلاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى العلن، بأكثر من 4000 شهيد قدمتهم الجبهة ولا تزال قربانا في سبيل تحرير الوطن من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ألوف المناضلين والأسرى أبرزهم أحمد سعدات الأمين العام الحالي للجبهة. الجبهة التي أسسها جورج حبش عام 53 انطلقت علنا عام 67 كرد فعل على النكبة العربية. أول سيدة في التاريخ تقدم على المشاركة في خطف طائرة أمريكية حلقت فوق سماء فلسطين كانت ابنة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد المعروفة بشادية أبو غزالة، لتدخل التاريخ الفلسطيني بعملية فدائية كانت بمثابة المنبه الذي لفت العالم إلى القضية الفلسطينية. مجموعة من المقاتلين الذين كانوا يعملون بالصمت، الجبهة الشعبية أرسلت فكرا وسياسة مبنية على هذا الفكر الذي يقول بأن معسكر أعدائنا كبير
ولا يمكن لنا أن نتعايش مع معسكر أعداء. هاي الانطلاقة اللي كانت رد على هزيمة حزيران يعني بالأساس، وبالتالي بدأت بعمل عسكري يمكن شوي مبكر. مقاومة الجبهة تنحصر في الميدان حيث تعمل في صمت الخطاب ودوي السلاح، فتغيب الجبهة عن القيادة السياسية. هذا الشعب يحتاج إلى تجديد القيادة الفلسطينية بصراحة. خلينا نفوت على الموضوع، في جيل من الشباب لتجديد كل الهيئات الفلسطينية. شو مجلس وطني اللي الشبل فيه عمره 61 سنة؟ شو آن الأوان لتجديد مؤسسات منظمة التحرير وبنائها على أسس ديمقراطية؟ الوحدة الوطنية الفلسطينية هي أحد أسلحة الانتصار. هناك خطان في الساحة الفلسطينية. أهم قضية بالنسبة للبيت الفلسطيني هو إعادة ترتيبه بحيث تكون نبني وحدة وطنية حقيقية. الانقسام وأيضا الفكرة أو الموقف السياسي الذي يدعو إلى أن المفاوضات هي السبيل لتحرير بلادنا قد صفع صفعة يعني كاملة. في يوبيلها الذهبي للانطلاقة تستحضر الجبهة قسمها الأوحد، معلنة النفير العام دفاعا عن القدس. إحنا بحاجة لاستراتيجية فلسطينية سريعة. الهدف من الذكرى الخمسين هو إعلان النفير العام لأعضاء الجبهة الشعبية وللجماهير الفلسطينية، وأنه ما تستكينه، وأنه كل الاتفاقات إلى الهاوية. الجبهة الشعبية في الميدان، وقد لاحظنا أنها كانت طيلة الوقت موجودة في الميدان سواء في غزة أو في الضفة وفي الخارج، ولذلك الجبهة الشعبية اليوم هي أقوى مما كانت قبل لصحة وصوابية موقفها. وفي الأرض مهما طال الزمن سنحتفل حتما بتحرير الأرض. على توقيت التخاذل العربي وتطبيع بعضهم الفاضح، لا يزال صوت جورج حبش يدوي على مسامع شعب يعرف يقينا أن التاريخ تصنعه الجبهات القتالية ومنها ينتصر. كاتيا البيروتي، قناة الجديد. انفجار في مختبر لتصنيع مستحضرات التجميل في بشامون يؤدي إلى وقوع 20 جريحا. استفاق أهالي بشامون صباح اليوم على صوت انفجار ضخم في إحدى المختبرات التابعة لشركة بيزلاين لتصنيع مستحضرات التجميل. الانفجار الذي نجم عن عبوة غاز اختلط ببعض المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المستحضرات، وأدى إلى وقوع 20 جريحا نقلوا مباشرة إلى مستشفى بشامون التخصصي. الانفجار كبير؟ إيه والله صار كبير. إحنا كنا بعمل محل جوا ما حسينا الانفجار لأن المحل صاير فون. هو ما حسينا الانفجار طلع عليه، يلا نطلع لبرا. وصار في يعني اجوا الاسعاف على المنطقه، كان في جرحى؟ كان في شيء 20 واحد يعني كله هيك الجلد كله مشيول محروقين. ايه محروقين. ايه حاولنا التواصل مع اداره الشركه للوقوف على اسباب الحادث، الا ان الشركه فضلت عدم الحديث والاكتفاء ببيان ينشر لاحقا. الى مستشفى بشامون التخصصي توجهنا. عدد من الجرحى كان قد جرى تسريحهم نظرا الى اصاباتهم الطفيفه، الا ان عددا اخر منهم حول الى مركز مختص بالحروق نظرا الى اصابتهم الخطيره. بلشوا يتوافدوا الاصابات بسيارات مدنيه يعني قبل ما يوصل الصليب الاحمر. وصلنا حوالي 20 حاله حريق، منه متوسط منه شديد جدا بخلال دقائق يعني. وكتر خير الله كان كل اكيب المستشفى عاملين خطه طوارئ، كلهم فاتوا بنفس الوقت وكلهم تعالجوا. مثل ما شايفين هلا بعد اقل من ساعتين كلهم صاروا بغرفهم، واللي لازموا تحويل على يونت متخصصة تبرمجت، وخلال ساعة ساعتين بيكونوا بالمستشفى اللي لازم ينتقلوا. في حالات خطيرة؟ في حالات حروق خطيرة الحمد لله ما في وفيات، بس اي نعم مثل ما شفتوا يعني. مع الحروق هي عبارة عن شو؟ هو نتيجة انفجار مع كيميكلز، فمثل ما فهمنا أنه تطاير الإزاز ساعد بتخفيف الضغط، وبالتالي الإصابات كانت محدودة. لا سمح الله كان صارت كارثة كبيرة لو كانوا بمكان مسكر وما في مجال للتنفيس فيه. شو صار مع زوجتك؟ والله أنا كنت بالبيت ما معي خبر شيء، دقوا لي قالوا لي بالمستشفى أحساس أنه في ولع شيء بالمعمل.
غير هيك ما في. جيت لقيتها بالمستشفى هون ولا شيء. اصابتها خطيره؟ على حد الدكاتره لا بقولوا لا، الحمد لله يعني انا ماشي درجه ثانيه الحرق. وهالدكتور اجى طمنا الحمد لله. الحادث لم يؤدي الى وقوع قتله، واقتصر على عدد من الجرحى والاضرار الماديه. وزير الزراعة غازي زعيتر يسمح بإدخال مبيدات زراعية مسرطنة على الرغم من حظرها. قافزا فوق كل المعايير التي حددتها وزارة الصحة، قرر وزير الزراعة غازي زعيتر السماح باستيراد واستخدام مبيدات وأدوية زراعية محظور استخدامها لكونها تحتوي على مواد مسرطنة. 18 نوعا من المبيدات والأسمدة والمحاليل الزراعية الخطرة على الصحة سيعاد إدخالها واستخدامها بعدما كانت قد منعتها وزارتا الصحة والزراعة عام 2016 نظرا إلى مخاطرها على الصحة. ولعل أكثر المستفيدين من هذا القرار مستوردو وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان الذين كانوا قد تقدموا بطلب إبطال قرار عام 2016، لكن طلبهم حينذاك لم يمر لدى وزارة الصحة التي ردت الطلب لكون الجهة المقدمة للطلب أي التجار تعتبر مصالحها الشخصية المادية أهم من الصحة العامة والبيئية وسلامة المواطن. وعلى الرغم من رفض وزارة الصحة الصادر في نيسان عام 2017 إلا أن زعيتر ضرب عرض الحائط بكل معايير السلامة التي حددتها وزارة الصحة. وفي أول رد فعل على القرار طلب وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور بعدم الخضوع لابتزاز وضغوط بعض التجار الذين نجحوا في إزاحة مندوبة وزارة الصحة السابقة وفرضوا إرادتهم ومصالحهم على الدولة اللبنانية ووزارتها في احتقار مهين للمواطن اللبناني وصحته، داعيا وزيري الزراعة والصحة غازي زعيتر وغسان حصباني إلى العودة عن قرار اللجنة المشتركة بين الوزارتين وتجار المبيدات والأدوية الزراعية. فرد المكتب الإعلامي التابع لوزير الصحة بأن الوزير لم يوقع أي قرار مشترك مع وزير الزراعة، وهو من أشد الحرصاء على عدم استعمال أي مواد مسرطنة تضر بصحة الشعب اللبناني. بعد الإعلان، كرامي ينصر القدس حتى البندقية. ولعت بين إباني وتور ساركيسيان. ونساء على خطوط المواجهة. بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، شددت كتلة المستقبل النيابية على ضرورة استعادة الدولة دورها وسلطتها، مرحبة بنتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس. واستنكرت الكتلة الاستعراض الذي قام به مسؤول ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. تدعم الكتلة قرار الرئيس الحريري بمنع قائد تلك الميليشيا من دخول الأراضي اللبنانية، كما تدعم طلبه من الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات هذا الاستعراض، مكررة رفضها أي محاولة لاستخدام لبنان منصة لأجندات خارجية. إن هذا القرار الجائر بنقل السفارة إلى مدينة القدس يحتم على الدول العربية كما على الدول الإسلامية العمل بإصرار وتعاون وتنسيق وبشكل عاجل، مستفيدين من الموقف الدولي الكبير الرافض للقرار الأمريكي من أجل العمل على مواجهته وإفشاله. تكتل التغيير والإصلاح تطرق في اجتماعه الأسبوعي إلى الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في شأن القدس في خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر، الذي يؤكد أن التكتل والتيار الوطني الحر من طينة مشرقية وقومية عربية صافية. وشدد التكتل على أهمية مبادرة السلام العربية في بيروت من دون انتقائية، وعلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين. موقف رئيس التكتل في القاهرة يحاكي موقفه مع مجموعة الدعم في باريس، حيث كان الموقف اللبناني عامة متماسكا برئاسة طبعا دولة رئيس الحكومة الأستاذ سعد الحريري، والمحصلة إيجابية ومقبولة. نعم، نحن نحرص في ظل أزمة النزوح والتحديات الأخرى على أن يقف المجتمع الدولي أكثر من متفرج علينا، وأن يساهم
مساهمة فعالة في حل المعضلات التي تشكل تحديات أساسية لنا. مشادات في مجلس النواب وتشكيل لجان في ملف النفط. وسط العديد من الاعتراضات بغالبيتها شكلية، شكلت اللجان النيابية المشتركة ثلاث لجان فرعية لوضع صيغ جديدة للاقتراحات النفطية، مع تأكيد الجميع على استكمال التعاون بين مجلس النواب والحكومة. فأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أننا متفقون على ألا يمر أي قانون من دون توافق. مجلس النواب الحالي هو ذاته مجلس النواب أقر ب 17 أبريل 2010 القانون الموارد البترولية بالمياه البحرية اللبنانية، القانون 132 على 2010. وهيدا القانون بالمادة 6 منه بيحكي عن إنشاء الشركة الوطنية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة، وذلك عندما نتأكد من وجود اكتشاف تجاري واعد بالنفط بالبر. هناك توافق على أن المرجعية ستكون واحدة، بمعنى المرجعية هي هيئة إدارة قطاع البترول، وفوقها الوزير، وفوق الوزير مجلس الوزراء. ونأمل أنه بمنتصف شهر كانون الثاني المقبل، يعني بعد شهر من اليوم، نأمل أن تعود اللجان المشتركة وأن تقر هذه القوانين بموعد لا يتعدى نهاية شهر كانون الثاني. أكيد كلنا موعودين وكلنا شبه متأكدين أنه عنا مكامن للطاقة وتجارية ومجزية، وإن شاء الله بتكون من وسائل تحسين الاقتصاد اللبناني بشكل كتير كبير. ولكن إنشاء هيئات والبدء بدفع مخصصات لهذه الهيئات سنوات قبل الاكتشافات التجارية منه سياسة رشيدة. أما للنائب ساجتور ساركيسيان فرأي آخر. موضوع النفط لشو بدي أعمل أنا صندوق سيادة؟ الصندوق السيادة رح يكون مخصص لشو؟ لطبابة المواطنين؟ مش عم بفهم. أنا في عندي أولوية بالبلد، الأولوية هي موضوع النفايات. هلأ رح تنفجر الأزمة بعد 3-4 أشهر والحكومة ومجلس النواب ما عم بيعمل شيء. من ناحيته لفت وزير المال علي حسن خليل أنه لا نستطيع أن نمنع العمل بالمجلس، مقترحا أن يتابع العمل بالمجلس بالتوازي مع العمل في الحكومة. أنا كان اقتراحي أنه نحن قدام قوانين بغاية الأهمية بحاجة لدراسة دقيقة من خلال لجان فرعية، وعلى هيك تقدمنا باقتراح تشكيل لجان فرعية، وهذا الأمر اللي حصل. اللجان الفرعية بتبلش تدرس بهالوقت، إذا الحكومة كانت قادرة وقدمت مشاريع قوانين بينضموا لبعضهم البعض وبنكمل النقاش. ولفت خليل إلى أن الملف النفطي ليس مطروحا في جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس. وفي خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة وقع إشكال وتلاسن بين نائبي كتلة المستقبل محمد قباني وسيرج تور ساركيسيان على خلفية طلب الإذن بالكلام برفع الأيدي. نحن بمجلس النواب. بمجلس النواب كل نائب عنده شخصية وبيطر الكلام. شو؟ واللي ما عنده شخصية بيحكي بلا كلام. ايه قد ميرسي كثير، وأنت كمان عم تحكي بلا كلام ولا شخصية. هذا طرني الوزير السابق فيصل كرامي يؤكد أن لا كرامة للعرب من دون فلسطين، ويقول إن قرار ترامب ليس قضاء وقدرا. نظم رئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل كرامي في دارته في طرابلس وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني ونصرة للقدس عاصمة لفلسطين الأبدية. شارك فيها ممثلون عن كل من الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي، والتيار الوطني الحر وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيمات الشمال، إضافة إلى شخصيات سياسية وتربوية اجتماعية. من طرابلس طلعت العروبة
نقول للسيد دونالد ترامب لا. من طرابلس، من طرابلس عبد الحميد كرامي وفوزي القاوقجي، نقول للسيدة أمريكا لا. من طرابلس المؤمنة والصامدة والصابرة والمقاومة نصرخ لا وألف لا. لبيك يا أقصانا الشريف، لبيك يا كنيسة القيامة، لبيك يا بيت المقدس، لبيك يا فلسطين. ولفت كرامي في كلمته إلى أنه سيأتي اليوم الذي ستندم فيه أمريكا على نقل سفارتها إلى القدس. أيها الرفاق، من هنا من طرابلس التي لن تضيع البوصلة ولن تدخل في متاهة الفتن المذهبية التي لم تعد فتنة فقط بل صارت عيبا وعارا ورجسا من عمل الشيطان، من طرابلس نقول لأهلنا الأبطال في فلسطين، نحن معكم بالفعل وبالقول وبالهتافات وبالشعارات وبالبنادق، نحن معكم يا شعب الجبارين. كرامي شدد على أن الوجدان العربي لا يعبر عنه النظام العربي الرسمي ولا هذه الجامعة العربية التي لا نعرف ماذا تعمل ولا الحكام الذين يطبعون في السر والعلن، مؤكدا أن الحديث اليوم عن السلام هو حديث مشتبه فيه. وإلى فقرة ترانس مع الزميلة سارات صالحة. هيني بأحلام وهيني نقول لك شو الأفضل وهيني نقول لك لوين فيك توصل وشو فيك تعمل، بس الحقيقة مش دايما هيني. الحقيقة إنه مع كل نجاح شخص في كتير بعدهم عم بيجربوا. كاميرا كتير صغيرة عم تقابل كل قرار مناسب. في ناس قراراتها ما كانوا بمحلهم وفي ناس رجعت عم تبلش من أول وجديد. الحقيقة إنه بالحياة الطريق مش دايماً هيني، بس دايماً في طريقة تنهين عليك. الحقيقة إنه ما في جواب واحد لكل شيء، بس منشتغل سوا تنوصل للحل الأنسب لإلك، لأنه نجاحك نجاحنا. الحقيقة هي منبلش سوا ومنكمل سوا. BBC الاهتمام بالفعل. مرحبا. ميزة جديدة عم بتقوم فيسبوك باختبارها لزيادة الخصوصية والأمان عن طريق أداة جديدة رح تظهر إلى جانب أي تعليق بدك تحطه على فيسبوك. هالأداة بتحدد لك مين بدك إياه يقرأ تعليقك، مثلا الأصدقاء فقط، الأصدقاء وصاحب البوست، صاحب البوست والمعلقين الآخرين أو كلهم. هالأداة بتأمن لك تريح راسك إذا بدك تعلق بشيء وما بدك كل الناس المقربة منك تشوف تعليقك، وإنما فئة محددة فقط، وهالشي رح يوفر على المستخدم نقاش حادة وبلا معنى مع أشخاص ما بتعرفهم أو ما بدك تناقشهم بالأصل. الشيء اللي رح يعزز خصوصية المستخدم ولكن بالوقت نفسه رح تخفف من درجة التفاعل بين الأشخاص يلي مواقع التواصل الاجتماعي أصلاً معمولة لأجله. بالإضافة إلى أنها رح تسبب فوضى وحيرة عند المتابعين بس يشوفوا رد على تعليق مخفي. ومع كل ميزة جديدة من فيسبوك في ميزة رح بتودعنا، والميزة يلي استغنى عنها فيسبوك هالمرة هي ميزة سببت جدل وقت إطلاقها كونها بتسمح للمتابعين بالتجسس على بعض، إذا فينا نقول ميزة المؤشر يلي كانت تظهر إلى أعلى يمين الشاشة لتخبرنا بتحركات أصدقائنا على فيسبوك، شو علقوا وعلى شو عم يحطوا لايك، رح تختفي من بعد 6 سنين على إطلاقها، وهالشي من دون سبب مباشر وإنما فقط لعدم شعور فيسبوك بأهميتها لدى المستخدمين. وأخيرا رح أختم للأسف مع فيديو صادم جدا عم بيتم تداوله بشكل كبير، بيصور لحظة سقوط متسلق صيني من ارتفاع 62 طابق. هالمتسلق مشهور بتصوير فيديوز خطيرة له مع حركات بهلوانية وعرضها أونلاين وبيكسب من وراها مصاري في حال عجب الفيديو المتابعين، وكان الهدف من هالفيديو الأخير هو جمع مبلغ 15,000 دولار ليقدر يتزوج حسب ما قالت صديقته، إلا أنه للأسف هالشاب فقد السيطرة على نفسه وتم تصوير هالواقعة من خلال كاميرا كان وضعها على مبنى مقابل.
ومع هالفيديو المؤسف بدي أطلب من جميع المتابعين ينتبهوا كتير وما ينجرفوا وراء الربح السهل على الإنترنت. أكيد لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز، وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي. مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في عمان برعاية رئيس مجلس الوزراء الأردني السيد هاني الملقي. نساء على خطوط المواجهة، مؤتمر نظمته مؤسسة ماي شداء بنسخته الثانية، عقد في فندق فور سيزنز في عمان الأردن برعاية رئيس مجلس الوزراء الأردني هاني الملقي، وتضمن وقفة تضامنية مميزة مع القدس والشعب الفلسطيني. في مستهل المؤتمر تحدثت شدياق عن إنجازات المرأة في المجتمع العربي عموما، وخصت بالذكر لبنان والأردن والسعودية وتونس ومصر. هناك مقولة شائعة بأن المرأة هي نصف المجتمع، اسمحوا لي بأن أصحح وأقول المرأة هي المجتمع، هي التي أعطت الأجيال، هي التي هزت السرير الذي نام عليه الطالب والمزارع والوزير والملك، هي التي حاربت من أجل حقوقها حتى بتنا نراها في السياسة والقيادة وريادة الأعمال والاختراعات العلمية وغيرها من المجالات، وهي التي ما زالت في الكثير من بقاع الأرض خاصة في وطننا العربي تناضل من أجل إثبات هويتها المستقلة، هويتها الحرة، هويتها الإنسانية. هذا وتضمن المؤتمر حلقات حوارية وندوات مع نساء أحدثن تغييرا في مجالات عدة كالسياسة والإعلام والفن وإدارة الأعمال، وتحدثنا عن أبرز محطات حياتهن وإنجازاتهن المهنية. والآن ننتقل إلى فن الخبر مع الزميل عمر خداج. سعيدة، فنان ما بخل ولا نهار أنه يكون إلى جانب فلسطين والقدس والقضايا العربية، لذلك استحق الباسبور الدبلوماسي الفلسطيني يلا أهدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. السوبر ستار راغب علامي هو ضيفنا اليوم بفن الخبر. شو رأيه بقرار ترامب؟ هل سيترشح للنيابة؟ وشو عم يحضرنا فنيا، خصوصي أنه وصلنا وكان مجتمع مع طاقم باكستيج برودكشن بالمقابلة التالية. تركني الحالي تركني وروح، ما عاد في لم جروح، قلبي تحمل وجع كتير أكتر من جرح ومجروح. أنا دايما بفتش على أفكار تلمس قلبي من بعد الأفكار اللي نجحت، ومؤخرة كانت تتركني لحالي. أنا موليد برج الجوزاء ونحن نكره الروتين، كرهي هذا الروتين دايما بخليني أدور على مكان آخر من بعد ما نجحت فيه، بدي أنجح بمكان آخر. سو الأغاني أكيد في من كل وادي زهرة وشي كتير مختلف، يعني في الرومانسي اللبناني جدا وفي الشعب المصري جدا. هلا بس نسجل ونحط صوتنا على الأغاني رح تعرفوا أنا شو عم بختار. لو بده يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك. محاولة الاستيلاء على القدس العربية اللي هي عاصمة فلسطين الأبدية بلشت من 80 سنة، والتخاذل يعني وصل المواضيع إلى ما وصلنا إليه. والمشكل أنه القدس كيف فيها تروح بتوقيع رئيس أمريكي؟ أنا ما عم بفهمها. القدس ستبقى عربية، والقرار هيدا ما بظن، يعني بحس أنه من في استحالة أنه أن يرى النور، لأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية. أنا مع التظاهر بشكل حضاري اللي شفناه على التلفزيون شيء بشع كتير، مثل تظاهرات اللي عملوها المجتمع المدني اللي عندهم مليون حق قلبوا الحق ضدهم لما صار في زعرنة بالشارع. لأنه إذا أنت بدك تتظاهر ليه بدك تكسر إشارات السير؟ وليه بدك تتزعرن على العالم إذا أنت عم تطالب بحق؟ الرئيس الحريري صديق وبعتز بصداقته لأنه إنسان، هو شيله من السياسة يلي هو مجبور أيام يأخذ مواقف معي، يعني بتلاقيه من أطهر وأنظف وأطيب وأرق الناس، وهذا الشيء اللي بحبه فيه. راغب، عندك طموح أنك ترشح للانتخابات النيابية يوما ما؟ لا. طب إذا طلب منك رئيس الحريري تعا انزل معي على الليحة عندي، تعا نعمل مشروع سياسي أنا وياك. مشروع سياسي هذا غير موضوع.
مشروع سياسي ندافع عن المواطنين شيء، ومشروع سياسي خلاف مع الآخرين شيء. يوم اللي بيكون في بالبلد، إذا يوم إجا الرئيس الحريري قال لي بدي إياك تنزل معي لأنه شايف إنه الناس تعبانة، بدنا ناس، بدنا أشخاص مثلك، الناس عم تسمع لهم وعندهم أفكار. هو على بكل أحوال أنا دايما بعطيه يعني، بس اجتمع أنا وياه بقول له رأيي بكل صراحة. نحن ندفع أغلى ضرائب بين هلالين، بقول لك أنا بعتبرها خوات مش ضرائب، أغلى ضرائب بالعالم، والدولة اللبنانية بما تقدمه للمواطن لا تستحق 1% من اللي عم ياخدوه من المواطن. كذا مرة كنت بأمكاني يصير فيها أحداث أمنية أو كذا، هذه صار الدعابة دائما عم نشوفها دائما على السوشيال ميديا. كنت دائما أقول أنه لازم أسألك هذا السؤال، فهيدي الدعابة بتضحكك تلاقيها مسحة مهضومة أو بتلاقيها مسحة تقيلة؟ كيف يعني؟ الشغلة الوحيدة ضحكتني أنا وعم سلم على علي عبد الله صالح هيدي ضحكت عليها بالقبل. الأشياء الثانية بلاقيها مثل النكتة اللي بيحكوا لك إياها اليوم. تصور أنت عندك واحد حكي لك نكتة وطلعها على واحد مش مزبوطة، وكل يوم بدي يجي يضحكك بنفس النكتة، يعني أنه ما بتركب ماشي بيضحك ترجع تسمعه نفس الطريقة. لما كنت بنيس كان كل لبنان بنيس، والشي اللافت أنه ما شافوا إلا أنا بنيس كبير منيح. إذا لقيت شغلهم ليل نهار ما عندي مشكل، بس في أشياء بتضحكني، في أشياء بلاقيها يعني مثل حدا عم يحكي لك نكتة بايخة. لهون مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن، باي باي. وبعد الإعلان، أوروبا تخيب آمال نتنياهو. أخفق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في إقناع الاتحاد الأوروبي بنقل الدول الأعضاء سفاراتها إلى القدس المحتلة، حيث أعلنت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فيدريكا موغريني أن دول الاتحاد لن تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس اقتداء بواشنطن. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن محاولة نتنياهو إقناع دول أوروبية بنقل سفاراتها باءت بالفشل من باريس إلى بروكسل، حيث لاقى رفضا صريحا وقاطعا. وقالت موغريني في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع نتنياهو بوزراء الخارجية في دول الاتحاد: أعلم أن رئيس الوزراء نتنياهو أعرب مرات عدة عن توقعه بأن الآخرين سوف يتبعون قرار الرئيس الأمريكي وينقلون سفاراتهم إلى القدس، إلا أن هذا لن يحدث من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومعلوم أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ليست على ما يرام بشكل كامل، حيث يدين الاتحاد بشكل مستمر محاولات التهويد وخطط الاستيطان التي تنفذها إسرائيل بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية، وتفرض عليها وضع ملصقات على المنتوجات الآتية من المستوطنات. الانتقادات اللاذعة التي وجهتها معظم الدول الأوروبية إلى إسرائيل دفعت نتنياهو إلى اتهام أوروبا بالنفاق، قائلا: أنا أحترم أوروبا، ولكن أنا لست على استعداد لقبول مواقف ذات معايير مزدوجة. أسمع أصواتا تندد بالإعلان التاريخي لرئيس ترامب، ولكنني لم أسمع أي إدانة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل والتحريض الرهيب ضدنا. لن أقبل هذا النفاق. قمة روسية تركية في أنقرة محورها قرار ترامب والتسوية السورية. بعد زيارته الخاطفة إلى سوريا ثم القاهرة الاثنين، حط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة، حيث عقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت الأزمة السورية وقضية القدس والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي مؤتمر صحفي مشترك اتفق الرئيسان على دعم مسار المفاوضات السورية ورفض القرار الأمريكي بشأن القدس. فبوتين أكد أن القرار الأمريكي يساهم بإغلاق أفاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أكد ذلك إلى أن قرار الإدارة الأمريكية حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، هذا القرار لن يسهم في إحلال الاستقرار في المنطقة، وإنما يصب الزيت على النار ويزيد من إثارة الاضطرابات. تطرقنا إلى الأوضاع في سوريا، حيث حررت تقريبا كافة الأراضي السورية من الإرهابيين. هناك تقدم كبير حول سوريا. في 22 من نوفمبر جرى التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران،
والآن يجب تطبيق هذه الاتفاقيات. وفي الوقت الحالي هناك تحضير لعقد مؤتمر حوار وطني سوري أوائل العام المقبل، وسنتناول العديد من القضايا تخص دولة سوريا. من جهته قال أردوغان إن إسرائيل ما زالت تقمع الفلسطينيين، ولا يمكن لأحد لديه قيم أن يغض النظر عن تلك الانتهاكات. كما تعرفون قرار الولايات المتحدة الأمريكية جلب تداعيات كبيرة في كل أنحاء العالم، وهذا القرار أثر على المسلمين والمسيحيين وجزء من اليهود، وتلك الخطوة غير المسؤولة من قبل الرئيس الأمريكي لها تداعيات خطيرة نعيشها في هذه الأيام. هذا وتضمنت المباحثات الروسية التركية أيضا التعاون العسكري وصفقة صواريخ S-400، فضلا عن مشاريع الطاقة ومد أنابيب الغاز بين البلدين. كما أكد أردوغان أنه سيلتقي بوتين مرة أخرى في مدينة سوتشي الروسية لبحث المسألة السورية. كان في النشرة فرنجي من بيت الوسط يفتح أبوابه لجبران باسيل. أبوابنا نحن دائماً مفتوحة، يعني للوزير جبران باسيل ولا غيره. بين لبنان والسعودية شعرة دبلوماسية. لأول مرة بتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. فلسطين تنتفض داخل مجلس الأمن. إنه على الولايات المتحدة ولو إنها عضو دائم في مجلس الأمن أن تمتنع عن التصويت إذا كان الطرف بالنزاع، يعني إذا الشكوى موجهة ضده. كوفية التظاهرة في حمل جديد. فكرني فلسطين وأنا أكدت له أن أنا لبناني، مع أنه ما في شيء معيب، يعني ونحن بالقرن 21 بعدنا عم نحكي للمنطقة يعني. السوبر ستار يحضر جديده الفني ويطلق مواقفه السياسية عبر الجديد. بيني للين بقول لك أنا بعتبر أخوات مش ضرائب. وكان في ترندز سقط قبل أن يتزوج. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم عند 11:30. إلى اللقاء.